هذه فيما يخص الاجراءات الوقائيه اللي لازم تقيد بها، وهضرنا معك من قبل ودرنا واحد في الوطن الطريق. خلال هذه الحملة التحسيسية قمنا بتوزيع مطويات على التجار ومستغلي هذه المحلات التجارية. هذه المطويات تحتوي على الإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، بالإضافة إلى العقوبات التي تترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات.